من منصة طرطوس التربوية المعلمة ريما جابري، الدراسات الاجتماعية إشراف المشرفة التربوية فاتن علي، معي تلاميذي من الصف الثالث مدرسة الشهيد هاشم يوسف، لنتعرف عليكم، تفضل. الرفيق الطليعي محمد سليمان الأسعد. الرفيقة الطليعية غزل حسن شبلي. الرفيق الطليعي جابر عاطف سويقي. الرفيقة الطليعية فرح منزل شاهين. أهلا وسهلا بكم صغاري، سنذهب الآن في رحلة إلى عالم البيئة العجيب لنتعرف على مكوناته، هل أنتم مستعدون؟ نعم. إذن لنبدأ رحلتنا لنرى حافلة عالم البيئة العجيب ماذا تحمل إلينا؟ يا ترى من سينزل من الحافلة؟ لنرى. مرحبا يا أصدقائي، أنا البيئة الطبيعية. البيئة الطبيعية؟ وما هي البيئة الطبيعية؟ عرفينا بنفسك أيتها البيئة الطبيعية. شكرا جزيلا لك، هل عرفتم من هي البيئة الطبيعية؟ نعم. عرفنا بها يا جابر. البيئة الطبيعية هي منطقة من سطح الأرض تتميز عن غيرها بمكونات خاصة بها. شكرا جزيلا لك، إذن البيئة الطبيعية هي منطقة من سطح الأرض تميزت عن غيرها بمكونات خاصة بها، يا ترى ما هي هذه المكونات؟ نريد أصدقاءكم أن يلعبوا معكم لعبة حل الألغاز، من منكم يعرف الجواب أولا يقرع الجرس، هل أنتم مستعدون للعب؟ نعم. لنبدأ مع اللغز الأول. أصدقائي أخرج من صندوق الألغاز لغزا. هي أم جميع المخلوقات تختبئ خلال جذور نباتاتي، وتتغير طبيعتها من مكان إلى آخر، فتكون إما صبغة أو رقيقة ناعمة. فمن هي؟ تفضل يا جابر. تربة. أحسنت يا صغيري، فعلا إنها التربة. لننتقل الآن إلى اللغز الثاني لنستمع إليه. مرحبا يا أصدقائي، سأسحب الآن من صندوق الألغاز لغزا. هو حال جوي من الحرارة والأمطار والثلوج والرياح والضغط الجوي في مدة زمنية طويلة حوالي أعوام، فمن يكون؟ تفضل يا فرح. إنه المناخ. لنرى إن كانت إجابتك صحيحة. فعلا إنه المناخ. لننتقل الآن إلى اللغز الثالث. مرحبا أصدقائي، سأسحب اللغز من صندوق الألغاز. توجد في كل مكان، تعطينا الغذاء والأكسجين، ولها ألوان كثيرة. إنه النبات. أحسنت يا بطل، فعلا إنه النبات. لننتقل الآن إلى اللغز الرابع. منه كل شيء حي، يكون مالحا أو يكون عالقا.
غزل؟ إنه الماء. لنرى؟ فعلا إنه الماء. والآن مع اللغز الأخير لنسمع جيدا اللغز الأخير. أصدقائي سأسحب اللغز من صندوق الألغاز. هو عالم واسع منه الصغير ومنه الضخم الكبير، فبعضه يسبح في الماء وبعضه يطير وبعضه يربيه الإنسان وآخر يعيش في البراري والغابات. فمن يكون؟ فمن يكون؟ تفضل يا فرح. إنه الحيوان. لنرى. فعلا إنه الحيوان. شكرا لكم صغاري. الآن من يعدد لي مكونات البيئة الطبيعية؟ تفضل يا جابر. مكونات البيئة الطبيعية هي الحيوان والماء والتربة والنبات والمناخ. شكرا جزيلا لك. إذن مكونات البيئة الطبيعية هي الحيوانات، الماء، النباتات، المناخ، التربة. شكرا لكم أطفالي. الآن وخلال جولتنا تعرفنا أو شاهدنا صورا لبعض البيئات الطبيعية. دعونا نتعرف على هذه البيئات الطبيعية لنرى البيئة الأولى. ما هذه البيئة؟ تفضل يا محمد. إنها البيئة الساحلية. ما الذي جعلك تجيب مباشرة بأنها البيئة الساحلية؟ بسبب وجود البحر. أحسنت يا بطل. من يحدثنا عن البيئة الساحلية؟ تفضل يا غزال. البيئة الساحلية تتميز بقربها من البحر، فيها مصدر للأسماك، تربتها خصبة، أمطارها غزيرة، تنمو فيها أشجار الحمضيات والزيتون. شكرا لك يا صغيرتي. لنشاهد الآن البيئة الثانية. ما هذه البيئة؟ تفضل يا جابر. إنها البيئة الجبلية. شكرا لك يا بطل. من يحدثني عن البيئة الجبلية؟ تفضل يا فرح. البيئة الجبلية تتميز بارتفاعها عن سطح البحر، حيث الأمطار الغزيرة والثلوج تعلق منها في فصل الشتاء. تعيش فيها حيوانات متنوعة كالسناجب والذئاب، وشجارها عالي كالصنوبر والسر، ومناخها بارد. شكرا لكم، أحسنتم الإجابة. الآن لاحظوا الصور واكتب ماذا استفاد الإنسان من البيئة الجبلية والساحلية. لنرى ماذا استفاد الإنسان من البيئة الجبلية. تفضل يا محمد. استفاد الإنسان من البيئة الجبلية بالمياه والأخشاب. أحسنت يا بطل. وماذا استفاد الإنسان من البيئة الساحلية؟ تفضل يا جابر. ولقد استفاد الإنسان من البيئة الساحلية بممارسة هواية السباحة وصيد الأسماك. شكرا لكم. إذن لقد استفاد الإنسان من البيئة الجبلية بالماء والأخشاب، واستفاد من البيئة الساحلية بالسباحة والأسماك. والآن سنحدد المشكلة البيئية والحل الصديق للبيئة باستخدام استراتيجية النصف الآخر، حيث تقوم الأرقام الفردية بطرح المشكلة وتقوم الأرقام الزوجية بإيجاد الحل الصديق للبيئة، ويبحث كل صديق عن نصفه الآخر. هل أنتم جاهزون؟ نعم. إذن لنبدأ. المشكلة البيئية الأولى والرقم الفردي الأول. المشكلة البيئية الأولى هي قطع الأشجار نصف الآخر. أين أنت؟ أنا هنا. الحل الصديق للبيئة هو زراعة الأشجار وعدم القطع الجائر للأشجار. شكرا جزيلا لكم. والمشكلة البيئية الثانية مع الرقم الفردي الثاني. المشكلة البيئية الثانية هي تلوث البيئة. نصف الآخر أين أنت؟ أنا هنا. الحل الصديق للبيئة المحافظة على البيئة
وعدم رمي النفايات. شكرا لكم يا صغاري. إذا لدينا المشكلة البيئية الأولى قطع الأشجار، والحل الصديق للبيئة زراعة الأشجار وعدم القطع الجائر للأشجار. أما المشكلة البيئية الثانية فهي تلوث البيئة، والحل الصديق للبيئة هو المحافظة على البيئة وعدم رمي النفايات. كيف أكون صديقا لبيئتي؟ سيجيب عن هذا السؤال أصدقاء طالب من الصف، لنستمع كيف ستكون الإجابة. معلمتي، نريد أن نعبر عن حبنا للبيئة، وكيف نكون أصدقاء لها بأغنية جميلة؟ نرجو أن تشاركونا الغناء. دعونا نشاركهم الغناء. صغاري من الصف، الآن هل عرفنا كيف أكون صديقا لبيئتي؟ نعم. كيف أكون صديقا لبيئتي محمد؟ عدم تلويث البيئة ورمي النفايات. شكرا لك. وماذا أيضا يا غزال؟ رمي النفايات في أماكنها المخصصة. وماذا أيضا يا جابر؟ والمساهمة في زرع الأشجار. وماذا أيضا يا فرح؟ عدم القطع الجائر للأشجار. شكرا لكم صغاري. الآن أجب بنعم أو لا، هذا صديق للبيئة. لنشاهد الصورة الأولى، هل هذا صديق للبيئة؟ ما رأيك يا فرح؟ كلا، لأنه يسبب في تلوث البيئة. لنرى إن كانت إجابتك. أحسنتي، أخبرتنا العصفورة بأن إجابتك صحيحة. لننتقل إلى الصورة التالية لنرى هل هؤلاء هم أصدقاء للبيئة؟ تفضل يا غزال. نعم. لماذا؟ لأنهم يسهمون في زرع الأشجار. أحسنتي، إجابتك صحيحة. لننتقل الآن إلى الصورة الثالثة. والآن ما رأيك يا جابر؟ هل هؤلاء أصدقاء للبيئة؟ نعم، لأنهم يسهمون في نظافة البيئة. لنرى إن كانت إجابتك صحيحة. أخبرتنا العصفورة بأن إجاباتكم صحيحة. شكرا جزيلا لكم. الآن رحبوا معي صغاري بساع البريد.
أهلا وسهلا بك يا ساعي البريد. أنا ساعي البريد، موظف مفيد، أوزع الرسائل لمن يريد. أنا أريد 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 أنا أريد. تفضل يا صديقي. شكرا لك يا صديقي ساعي البريد. أنا تفضل يا صديقتي. شكرا لك يا صديقي ساعي البريد. وزع ساعي البريد الرسائل. سنجيب عن الأسئلة الموجودة داخل الرسائل باستخدام استراتيجية التعلم التعاوني. لنبدأ أولا باختيار اسم لكل مجموعة. ماذا اختارت المجموعة الأولى؟ مجموعة الفراشات. أهلا وسهلا بمجموعة الفراشات. والمجموعة الثانية؟ مجموعة الأذكياء. أهلا وسهلا بمجموعة الأذكياء. الآن سيقوم قائد الفريق بفتح الظرف، قراءة السؤال، الإجابة عنه بعد الحوار والتبادل الآراء، ثم يقوم الفريق الثاني بتقييم عمل الفريق الأول. سيكون قائد مجموعة الفراشات هو جابر، وقائد مجموعة الأذكياء هو غزل. لتبدأ المجموعات العمل. هل انتهينا من العمل صغاري؟ نعم. قائد مجموعة الفراشات، هل انتهينا من العمل؟ نعم. لنبدأ مجموعة الفراشات، يقرأ السؤال والجواب. لقد كان سؤالنا كيف أكون صديقاً للبيئة؟ وبماذا أجبت؟ وأجبنا عنه بي أكون صديقاً للبيئة بزراعة الأشجار وعدم التلويث البيئة، وأيضا رمي النفايات في مكانها المخصص. ما رأي مجموعة الأذكياء بعمل مجموعة الفراشات؟ إجابتكم صحيحة يا أصدقائي. شكرا لكم. الآن لنرى عمل مجموعة الأذكياء. ليقرأ قائد المجموعة السؤال والجواب. كان سؤالنا أتحدث عن الاختلاف بين البيئة الساحلية والبيئة الجبلية. وماذا كانت إجابتكم؟ تختلف البيئة الساحلية بأنها تتميز بقربها من البحر، أما البيئة الجبلية مرتفعة عن سطح البحر. الآن لنرى تقييم مجموعة الفراشات. أحسنتم يا أصدقائي، إجابتكم صحيحة. شكرا لكم صغاري، لقد انتهى درسنا لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم.